بالتالي خصنا نبداو نخافوا من الله ونخشوا الله ونقوموا بأوامره نمتثل لأوامره. أنا اللي كنقول لكم خصكم تفهموا واحد القضية، هذا عهد انقرض، هاد ال 20 سنة اللي دوزنا ولا سيما ال 10 سنوات الأخيرة طبعت بالتشهير بالقذف بالتزوير بالظلم بالتجسس بالنشر الكذب باستعمال الجنس كوسيله الوحيده باش يمكن لهم ينتشروا او يضغطوا على الشعب وعلى المناضلين وعلى المفكرين. هذا العهد انتهى، سالى، ربما كنعيشوا لحظاتي الاخيره واللحظات، لان التفركيل ما كيجيش في العمر. كنشوفوا بان دابا هذا النظام دا غير كيخربط على الشواء تما، غير كيفركل. ملي كتكون كتفركل كتكون وصلت للنهايه ديالك، وبالتالي وجدوا راسكم للمستقبل، مستقبل ديال الحريات، مستقبل ديال الكرامه. لا انا ما عندي مشكله مع وزير العدل، هذه المشكله ماشي ديال وزير العدل، انا مشكلتي ماشي مع وزير العدل، انا مشكلتي مع اخ النوش اللي مشى كيكري اوتيل بالملايير في كورشيفيل باش يمشي يدوز راس السنه، مع انه راه كاع ما عارف كيفاش عايش المغرب. مشكلتي مع واحد السيد كيقول لك رئيس السلطه القضائيه هو ما رئيس ديال والو. مشكلتي هي مع رئيس النيابه العامه كنتسال واش كاينه شي استقلاليه لدى النيابه العامه في المتابعات. مشكلتي هي مع اللي كتكرفس على الشعب. اشنو الدور ديال الوهبي؟ كنظن انه ثانوي باش نمشيو حنايا يدوخونا ونبداو نحاربوا وهبي ونخليو المسؤولين الحقيقيين. انا ما نطيحش في هذا الفخ هذا.